مسؤولين عن كل جوازات العالم. حاجة تانية، سعيدة شرف أرقى وأكبر من أنها غادي تسين باش غادي تجاوب واحد أصلا ما معرفش الهوية ديالو، يعني ما عرفش أنا أصلا شكون هو، كان عارفش أصلا حتى يعني مع من أصلا غادي نهضر، ما عرفش شكون. أول حاجة بغيت غير نعرف، جيبوا لي تصريح واحد من عند أي إنسان يجيب بأنه سعيدة شرف صرحت بأنه زوجها رجل أعمال. أول شيء حياتي الخاصة ما عندي حتى شي إنسان دخل فيها. ثاني حاجة يعني إلى غادي نتكلم، زوجي بعيد كل البعد عن ميدان الفن، و يعني وما خدش حتى شي إنسان أصلا بدأ أنايا نصرح أو غادي نبدأ نعطيه أو بدأ نفسر له، لأنه أصلا غادي نعطيه أكثر من حجمه، واش فهمتيني؟ يعني فاش يكون شي إنسان في المستوى وإنسان كبير وإنسان مثلا ممكن تاقدني بحاجة اللي هي واضحة، ما أنا اللي غادي نبدأ نضرب للشحد تافه، يعني موضوع تافه جدا لا يخصني. نتزوج الإنسان اللي اخترت واللي اختارني وماشي شغل حتى شي واحد، واللي بغي يعرف أشياء بالتفصيل أو أشياء بالتدقيق أو هذا، فأنا ماشي مصطي غادي نمشي ندير راسي في أشياء ما عندها حتى لا بالواقع ولا بالعقل. بيشار كان نفير الكلام كامل وهذه أشياء تافهة ما كان حبش راسي بها. وعاد من بعد وعاد البارح مصيفطين لي واحد شي خزعبلات في الواتساب، شي إنسان مريض نفسيا كيقول لهم بأنه سعادة شرف كتقلب على أوراق أمريكان وشافها تسطول، وقول لهم منين تدخلوا وقول لهم عافاكم ما تخليوا، منين يدخل السجن عافاكم ما تخليش جيبوا له القفة شافها تسطول. واش اللي مزوج ما خلاه يتهنى، واللي باير ما خلاه يتهنى، واللي مطلق ما خلاه يتهنى، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أرد على خزعبلات،